مشاهدينا كلنا هذه الأيام بنعيش أجواء الفرح والبهجة والسرور والاحتفال بمناسبة عظيمة وهي اليوم الوطني السعودي اللي راح يوافق بكرة 23 سبتمبر إن شاء الله. ولأن الوطن عزيز وغالي ويستحق مننا كل الحب والامتنان والاعتزاز به، فحابين ندردش شوية في هذه الفقرة عن ذوقيات الاحتفال بهذا اليوم الاستثنائي. عشان كده حنتكلم في ده الموضوع بشكل مفصل مع ضيفتنا الأستاذة أميرة الصايغ، مدربة فن الإتيكيت والبروتوكول الدولي. هلا وسهلا بك أستاذة أميرة. أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا بك وكل عام يوم وطني سعيد إن شاء الله. آمين. كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله يعني إحنا بدأنا نشعر بأجواء الاحتفالات وبدأنا نحس أنه يا الله اليوم الوطني قديش هو صحيح. مناسبة سعيدة لكل سعودي. يمكن حتى كان معنا ضيف من الإمارات بدأوا هم كمان يحتفلوا معنا بهذه المناسبة العظيمة. ولكن في ذكرى التوحيد، إيش اللي المفروض لازم نقدمه لهذا الوطن؟ شوف، في ذكرى التوحيد من بغي علينا نقدم كثير أشياء للوطن، لكن حلو قبل ما نقول إيش نقدم للوطن نقول ليه إحنا بنحتفل باليوم الوطني، عشان نعرف ليش، إيش هو، إيش يعني لنا اليوم الوطني، تاريخ التوحيد، إيش كيف كان اسم المملكة قبل لما توحدت المملكة، صارت المملكة العربية السعودية، كانت من قبل اسمها مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها. صحيح. متى تاريخ التوحيد بالهجري كان؟ عام 1351 هجري. كان هذا مرسوم ملكي صدر بتوحيد المملكة وتحويل اسمها. يعني دي معلومات حلوة إننا نعرفها. صح. قبل ما نعرف إيش هي الذوقيات اللي نحتفل فيها، حلو إننا نعلم أطفالنا، نعلم الجيل الجديد إيش يعني المملكة، إيش هو اليوم الوطني. لأنه جيتي ترى وسألتي أي أحد الآن أنت ليه بتحتفل باليوم الوطني، يقول لك عشان اليوم الوطني بس. صح. هو ما حيعرف إنه عشان ده ذكرى التوحيد اللي حصل مزبوط. في ذا اليوم ذوقيات مرة كثير كثير ينبغي علينا إننا نأسسها ونعزز القيم والهوية الوطنية. صحيح. في نفوس أجيال كثيرة، أجيال قادمة. صح، يمكن الهوية الوطنية هي أكثر نقطة لازم تكون أو نتكلم عنها فعلا، لأنه الجيل الجديد إحنا في المدارس أتذكر أنه ليش السبب اليوم الوطني تعلمناه لما كنا في المدارس، أنا عن نفسي يعني جداً. فكانوا يعلمونه هو في المدارس، لكن الآن الجيل الجديد لازم يتعلم، لازم نعزز عندهم الهوية الوطنية والقيم الإيجابية. والقيم أكيد الإيجابية. بما أنك ذكرت السيرة الإيجابية، خلينا نتكلم عن مظاهر الفرح الإيجابية. طيب، مظاهر الفرح الإيجابية قبل ما نبدأها نعرف إيش هو الإتيكيت والسلوك الراقي عشان نقدر ندخل على مظاهر الفرح بإتيكيت. تمام. الإتيكيت في مفهومه العام هو السلوك الراقي، وكل قواعد الإتيكيت تندرج تحت قاعدة مرة مهمة هي قاعدة الاحترام. بمعنى أنه احتفالاتنا كلها ما ينبغي أنها تخرج عن حدود الاحترام. احترام لكل كائن حي ولكل جماد، احترام على كل الأصعدة وفي كل الأمكنة. ما ينفع نحتفل من غير ما نحترم سمعة كيان الوطن. صحيح. ما ينفع نحتفل من غير ما نحترم الأنظمة والقوانين. ما ينفع نحترم من غير ما نحترم العلم اللي هو رمز للوطن. ما ينفع نحتفل أيضا من غير ما نتعلم يعني إيه النشيد الوطني، يعني إيش إحساسنا لما أنا شفت اليوم البنوت اللي بتعزف النشيد الوطني. أتمنيت لو إنك سألتيها بما أنك عزفت النشيد الوطني، هل تعرفي مين ألف كلماته؟ هل تعرفي تاريخ متى بداية تاريخ النشيد الوطني؟ مين اللي ألفه؟ مين اللي لحنه؟ حاجات جميلة جدا نعرف. هل تعرفي احترام النشيد الوطني كيف لما تعزف النشيد الوطني اللي جالسين أمامك ويسمعوه إيش ممكن يعمله؟ أنه يتوقف عن أي عمل بيؤديه، أنه ينظر اتجاه العلم لو في عالم. صح. لو ما في عالم ينظر اتجاه الجهة اللي بينعزف فيها النشيد الوطني. جميل جدا، أشياء كثير. ما ينفع كمان نحتفل من غير ما نتعلم إيش أساسيات احترام الاحتفال. هي ما هي مجرد مظاهر عبير، مو فرحة وأغاني. الفرحة مطلوبة وللجميع، لكن مو ده هو الأساس. الأساس إننا نحترم، يعني في أثناء احتفالاتنا مثلا خلينا نقول في الشارع، نحترم على الأقل وإحنا مارين بالسيارات الأصوات اللي بتسمعيها والنشيد الوطني. نحترم القوانين والأنظمة كمان. القوانين والأنظمة على راسنا. نحترم أيضا الناس اللي في البيوت. صح. النايمين، المريض، الطفل،
السيارات تسمعي مظاهر الفرح احتفل، لكن اتعلم دائما وانت بتحتفل انك تحترم على الاقل الناس اللي حتمر من ناحيه الاحتفال من عندهم. ما ينفع كمان نحتفل من غير ما نتذكر جنودنا وندعي لهم، لانهم هم السبب اللي خلونا في اليوم ده قادرين ان نحتفل ونعيش فرحه الاحتفال. كثير اشياء ما ينفع نحتفل ومظاهر من غير ما نطبقها، وكلها تندرج تحت مبدأ الاحترام. بالفعل يعني يوم جدا مهم، وهذه السلوكيات والمبادئ لازم نمشي عليها كلنا، وزي ما ذكرتي ما ننسى أبطالنا سواء جنودنا البواسل أو حتى أبطال الصحة الله يديهم العافية. أبطال الصحة هذه السنة مختلف تماما اليوم يعني الوطني، يعني ما ننساهم أبدا، نوجه لهم تحية كمان. لولا جهودهم بعض الله احنا ما كان قدرنا نحتفل ولا قدرنا نوصل لذا اليوم، والبلد كلها تحتفل أكيد معنا. أكيد طبعا، أكيد يعني احنا كمان بنحتفل بيوم الوطني، بنحتفل كمان إن شاء الله الله خلصنا بهذا الوباء، وسعيدين جدا انه الاعداد كل يوم بتقل عن اليوم اللي قبله. طيب انا ابغى اسالك كمان، يعني احنا ما شاء الله سفراءنا في الخارج في كل دول العالم، ابناءنا وبنات الوطن المبتعثين اللي بيمثلونا في الخارج ودائما كمان يحرصوا على الاحتفال باليوم الوطني في الخارج. لو نتكلم عن افضل السلوكيات اللي المفروض يمارسوها او يتبعوها للاحتفال باليوم الوطني في الخارج ايضا. لو أقول لك على حاجة، أنا كتبت في مؤلفي الثالث شبابنا والإتيكيت، كتبت معلومة في سلوكنا الراقي خارج الوطن، وكتبت قلت أفضل طريقة أمثل فيها وطني بسلوكيات الراقية في الخارج أني أقرن اسمه باسم عائلتي. كده أنا حتأكد تماما اللي ما أرضى على عائلتي وعلى سمعة عائلتي ما حرضى على سمعة وطني، ودايما يحط في اعتباراته أنه أنا في وطني أمثل مجتمعي، أنا في الخارج أمثل وطني. صح، بسلوكيات الراقية اللي نرجع تاني ونقول فيها احترام لكل مظاهر الاحترام بكل أنواعها. احتفل حتى في الخارج، لكن أنت بتحتفل أعكس سلوكيات راقية أثناء احتفالك. صح، مثل بلدك أحسن وأشرف تمثيل لهذا الوطن اللي تقرن اسمه بسمعة سمعتك وسمعة أهلك واسمك. صحيح، جميل. طب في ناس كثير الحمد لله احنا شعب عنده ولاء وحب وفخر عظيم جدا للمملكة العربية السعودية، لكن خلينا نتكلم شوية عن الأشخاص اللي عندهم أو صار لهم غسيل دماغ متغرغر فيهم، يعني أفكارهم سلبية نوعا ما. حبهم للوطن، هل هذا الحب مقرون بالامتيازات اللي يقدمها الوطن؟ إطلاقا إطلاقا، لو جيت تشوفي برغم كل حاجة، برغم حتى الآن في الجائحة، لما تشوفي نتكلم عن وطني وعن الأوطان الثانية، لكن كل وطن في خلالها في ظل هذه الظروف اللي صارت تلاقي كل وطن كل مواطن في وطنه حريص. صح، على وطنه. يمكن ما يكون لوطني امتيازات كثير زي باقي الأوطان، لكن أنا أحبه لأنه مسقط رأسي، أحبه لأني تولدت ونشأت وتربيت فيه، أحبه لأن خيراته كانت علي كثير، أفضاله علي سابقا وحاليا ولاحقا، أحبه لأنه انتمائي له انتماء فطري وحب داخلي جوايا. مهما صار لهم، مهما تغربوا، مهما شوفي الناس اللي متغربين عن أوطانهم، لكن يظل حب وطنهم برضه حتى بعد ما تغربوا عن وطنهم، لكن عندهم وطنية، عندهم وطنية لبلدهم حتى هم بعيدين عنه. حب الوطن ما له أي علاقة بأي امتيازات، ما له أي علاقة، له علاقة بس بأنه حب فطري جوايا، أنه هذا البلد اللي أنا بنتمي له واللي أنا عايشة من خيره بعد الله. لازم نغرس في أولادنا وفينا كلنا هذه المحبة وهذا الواجب الوطني، اللي دائما نحس أنه في واجب تجاه وطننا، في انتماء قوي ما يكسر أي شيء يعني. ولله الحمد هذه الوطنية القوية اللي عندنا، اللي مهما كان الواحد يفتخر بأنه وطنه، يقول أنا وطني المملكة العربية السعودية، أفتخر أنه عندي وطن، ومو أي وطن، وطني المملكة العربية السعودية. ومن المعروف أنه على مستوى العالم العربي يمكن إحنا الشعب السعودي فزنا أننا رقم واحد في الانتماء والولاء لوطننا، وهذا شيء سبحان الله مغروس يجري في دمنا. يعني تجي سيرة الوطن كذا الواحد تدمع عيونه، يعني سواء كان برة السعودية ولا جوة السعودية، يشعر فيه واجب كبير أنا تجاه هذا الوطن.
لأنه قدم لي أشياء مرة كثيرة، علاقات الأمن والأمان والأمن الصحتي وغذائي وحياتي وبيتي ومجتمعي، تعليم على المستوى اجتماعي، مستوى تعليمي، مستوى اقتصادي، على يعني لو واحد يتكلم على جميع الأصعدة. الحمد لله كم إحنا محظوظين بأننا ننام ونغفى وننام ولا نشيل هم أي حاجة في الدنيا، لأنه إحنا عارفين أنه ورانا وطن ورانا حكومة ورانا جنود حاميننا وشايلين عننا كل هموم الدنيا. نصيحة أخيرة تحبي توجهيها لكل الناس بمناسبة اليوم الوطني؟ أبغى أقول لكل مواطن عنده هواية، عنده تخصص، عنده في من مشاهير السوشيال ميديا أو في أي مجال يكون مؤثر وعنده قوة تأثير، نعم، إنه ما يترك هذا اليوم يمشي بس مجرد احتفالات، نعم، على الأقل يكون له تأثير إنه يشرح زي ما قلنا، يتكلم عن تاريخ التوحيد المملكة وإيش يعني توحيد المملكة، صح، إنه تنفير تطوع أعمال تطوعية، مسارح تتكلم عن تاريخ المملكة، أعمال يوتيوب، خل أبسط الأشياء ممكن حتى باليوتيوب، ممكن قصص للأطفال تتكلم بروايات ممتعة، صحيح، تخلي الطفل حتى وهو بيتفرج مستمتع ويقدر يركز. في مسابقات وجوائز، أنا دايما أقول مسابقات وجوائز فيها أسئلة عن توحيد المملكة وعن الوطن. تخيلي لو أحد مثلا أنسأل سؤال وراح بحث، لازم حيبحث طبعا، البحث ده حق والجائزة اللي أخذها حتخليه عمره ما حينساها. أستاذة أميرة شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا، يعطيكم العافية.